في عمر السنة يظهر على الأطفال تقدم واضح من الناحية الجسدية، وينتقلون من الزحف إلى الجري بحلول الشهر العشرين. نستعرض من خلال هذا الفيديو بعض الأنشطة التي تساعد طفلك في عمر السنة على تنمية مهاراته الحركية الكبرى. النصيحة الأولى: ارسمي خطوطاً مستقيمة على الأرض باستخدام شريط لاصق، وشجعي طفلك على محاولة التوازن وهو يمشي بمحاذاتها. النصيحة الثانية: جهزي لطفلك محيطاً واقعياً ليمشي ويزحف من خلاله. استخدمي صناديق وحلقات وأثاث مع موسيقى ذات إيقاعات مختلفة لتحفيز جميع حواس طفلك أثناء تعلم المشي.